يسعد أوقاتكم عن جديد، وطاعتنا وطاعتكم مباركة ومستجابة بإذن الله. كل شخص فينا بيمتلك صفات وسلوكيات منقدر نوصفها بالسلبية أو السيئة أو غير المحببة. هذا الموضوع طبيعي لأننا نحن بشر ولسنا معصومون عن الخطأ، لسنا معصومين طبعاً، فنغلط ومنصيب بأماكن. لكن الغلط الأكبر هو تقبل هالصفات السلبية وجعلها طبيعية ودخيلك مين ما بيغلط. ومعلش شو أذنبنا؟ يعني شو دمرنا الكوكب؟ إذا كذبنا كذبة، إذا شربنا شربة ما لازم نشربها، إذا عملنا قصة ما لازم نعملها، صار كالقابض على الجمر المتمسك بالعادات والتقاليد الحميدة وأصول الدين. صحيح، بس كل بني آدم خطأ، وخير يعني الخطائين التوابين. يعني فكل شخص فينا من الضروري يعتني بروحه، يزكيها، يبعدها عن كل السلوكيات والطباع الردية، ويوصل فيها لمرحلة من النقاء والطهارة اللي هو هيك السلام النفسي، ويبعد عن كل شيء أذى حواليه. مفهوم تزكية النفس لا يعتبر مفهوم ديني فقط، يعني لا يقتصر فقط على الدين، إنما هو مفهوم أيضا إنساني بيساعد على بناء شخصية متوازنة ومجتمع متوازن أيضا. وهذا رح يكون موضوعنا لليوم عن تزكية النفس وتطهيرها، مع ضيفتنا الناشطة الاجتماعية والتخصصية بالدراسات الإسلامية الأستاذة لما النحاس. سعد مساكي، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم، نورتينا. سلام لكل مين عم بيسمعنا، وفيكم كمان حبيبتي من الأهل ومن العائلة. رجعنا اجتمعنا مرة جديدة برمضان، وكان عم قلك تحت الهواء اللقاء الماضي الصدى تبعه كتير إيجابي لأنه كان حقيقي، واليوم حيكون حقيقي واليوم إن شاء الله، حنحكي بقصص كتير منطقية وواقعية إن شاء الله. تزكية النفس مذكورة جدا بالإسلام، مذكورة حتى بالقرآن الكريم، مذكورة بالأحاديث النبوية الشريفة وفي جميع الأديان. ماذا نقصد بتزكية النفس؟ هلا كلمة تزكية شو يعني؟ زكى يعني نما، فيها بركة، فيها وفرة، فيها ازدياد. فعلم التزكية هو منه علم بالأصل، هو شيء العالم تشتغله على حاله، هو فعل، هو منه علم يتعلمه الواحد ويقعد ما يعمل فيه. بدي امشي بالتزكية، بدي طريق بدي امشي فيه، بدي اعمله. فهون بمعنى التزكية هو بمعنى الإصلاح للنفس. بس هلأ شو بدي أفهم شو يعني نفس أنا قبل ما أحكي به؟ نحن الحقيقة في عنا اختلاط شوي بالمفاهيم. هلأ الإنسان مكون من جسد، من نفس، ومن روح. جسد هو هالتراب يلي صلصال وحمق مسنون، وهذا بيرجع على التراب، بيرجع بيتحلل لما بيروح المي منه، فهو ولا شيء، هو مجرد هيئة وشكل. النفس هي الذات، هي أنا، هي يلي تغضب وتحلم وتصبر وتعصي وتطيع وتؤمن وتكفر وتجادل وتكذب. كل الأعمال هي منسوبة للنفس. صحيح، فهي أنا، كل شيء عم ساوي هو نفسي، هو النفس يلي عم تحركني. طيب كيف هالنفس بدها تتحرك؟ من خلال إناء. الإناء هو الجسد يلي أنا فيه. أوكي. طيب هالجسد مثل التليفون، فيه مثلاً هالبرامج كلها ياتها، بس كيف بده يشتغل؟ بدك تشحني. صحيح. الشحن هو الروح، روح يلي هي من الله سبحانه وتعالى، من الروح الإلهية. ونفخنا فيه من روحنا، نفخة يلي ناخدها طبعا هي من قلب، من أثناء الحمل هي موجودة، بس لما بننزل على الحياة ناخد أول نفخة هواء وبنرجع منطلعها حين الموت. صحيح. كمان هي نفخة. فالروح هي شعلة الحياة، هي اللي بتشحن هالنفس لتقدر تتحرك من خلال الجسد. فهذا المفهوم. هلا التزكية مو على الروح، مو على الجسد، تزكية على النفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وهديناه النجدين. رب العالمين خلقنا، خلق فينا في الخير والشر موجودين منذ الأزل. اي صح، يعني من وقت خلق سيدنا آدم وهابيل خلقوا رب العالمين. هي على الأرض، نحكي بالجنة يبلش الابتلاء. صح. وبلش إنه كل شيء مسموح ما عدا هالشجرة، ترك كل شيء راح الشجرة. سبحان فنحن الله. سبحان الله عنا هالنزاع بين الاثنين. في البعض يشبهون بمثل ذئبين، ذئب أبيض وذئب أسود. فأنت أي عم بتغذي بتكوني أنت بهذا المطرح. لا بدنا نكون أبيض على طول إن شاء الله. لا أنت أبيض. أنا أسود اليوم. ليك شوف إجت على المثال. طيب أنا كيف بدي زكي نفسي؟ طيب هلأ التزكية هي طريق. أول شيء
قلنا إصلاح، أول شيء بيحط مثل ما حكينا المرة الماضية، حط شو عيوب أنا نفسي وحط شو جوانب الكويسة اللي فيني. الكويسة بدي أشتغل عليها لحسنها كمان ورقيها. أنا ما بقبل في عالم بيقولوا لك بدنا ندخل الجنة معلش لو هيك تمسكت بالباب كأنه طالعين على باص وهوب هوب ووقفوا على الباب، ما هيك. الناس يلي بيحبوا الله، خلينا نحكي كمان بشوية محبة. متى ما حب الله الواحد ما عاد سبحانه وتعالى ما عاد يقبل إنه أنا بس بدي فوز بالآخرة، لا بدي فوز بالدنيا، بدي سعادة الدارين، بدي فوز بالدنيا والآخرة. فوز بالآخرة، والآخرة ما بقبل بالمقامات القليلة. هلا كلنا لا ندخل إلا برحمة رب العالمين، صحيح، ادخلوا جنة برحمتي ولكن اقتسموها بأعمالكم. فأنا بدي مطرح عالي، بدي مطرح شوف ربي فيه، وهي دايما دار الخلود يعني بالنهاية، تمام يعني هو مقامك قاعد فيه خلاص، صح. يعني فنحن بنشتغل لهون بننسى هونيك. مثل ما حكينا انه تزكية النفس هي طريق، بدي حط عيوبي. هلا انا عندي كذب مثلا، عندي حسد، عندي غيرة، عندي نق وندب، عندي هي مشكلة. بدي احكي مجتمعنا من زمان عنا قصة النق والندب، كل وحدة إلى حلها. يعني انا لاشتغل على التزكية بدي اعرف شو دواء كل قصة من هالقصص. مثلا النق بدي اشوف اطلع انه على النعم يلي عندي. انا عندي مليارات النعم ما بشوفها، بشوف هالنقص الواحد يلي بقعد بقى دائما نحاول نشوف النص المليان. تماما تماما. وبيقولوا لك أهل الفهم يعني إنه بالحياة يطلع الإنسان على الأعلى منه بالدين بالأخلاق العالية حتى يحسن حاله، ويطلع على الأقل منه بالدنيا حتى يشكر رب العالمين ويحمده. الشكر، صح، هو أعلى المراتب بعد المحبة. يعني فوق الصبر، فوق الحلم، فوق كل شيء هو الشكر. الحمد لله دائما وابدا على كل حال. مشكلتنا بنحكيها باللسان ولكن بالعقل واليقين، ولكن بالقلب ما في شكر. دائما عندنا نقص ودائما عندنا شكوى ونق وبس هيك، وبتقلي لهم كيفكم الحمد لله بس. تعقيبا على هذا الموضوع، لازم يكون في مقومات عند كل شخص. يعني هو قادر انه هو يكون عنده الخصال هي الحلوه اللي انت عم تحكيها، وخطوات لحتى يوصل لمرحله انه هو عن جد نفسه صارت نظيفه مرتاح. ما بعرف انه لازم نفهم اول شيء شو هن مقامات الانفس، شو هن مراتب الانفس، شو انواع الانفس. هلا الانواع هن ثلاثه، في النفس الشهوانيه والنفس الغضبيه وفي النفس العاقلة. الشهوانية هي عند الإنسان والحيوان تتبع الغرائز وكل شيء هيك، حياتي ودنيوي مال وجنس وطعام وهالقصص، هي أغلب الناس هيك. وعنا النوع الغضبي اللي هو مثل السباع، بيكون الحيوانات السبعية بيكونوا غضوبين، هذا بيكون عنده ميل أكثر للشر، للانتقام، للعدوانية، للحقد، للقتل، للشغلات الكبيرة. يعني مرات إذا ما لقى حدا ينتقم منه ممكن يعض حاله، يصفق حاله، يعني بيلاقي شيء بينتقم من حاله، عدائي بيكون. هذا كمان، هدول كل واحد له دواء. وعنا النفس العاقلة اللي هي بس الإنسان عنده إياها. نفس العاقلة بتكون بمستوى وعي أعلى وأرفع. هلا نحن اول شيء بدنا يا ريت نعمل اسقاطات هلا باثناء الحديث، كل واحد شو عم نحكي يشوف وين هو، مين هو. هلا مراتب النفس هن سبعه عند اهل الله. تبدا بالنفس الاماره بالسوء يلي كلياتنا نبتدي فيها وكلياتنا عنا اياها. هي بشاكرا الجذر، بتكون بمنطقه الجذر، وهي بسموها مقام الظلمات عند اهل الله. هي ظلام، هي كل شيء أمارة، كل شيء غلط بتقلك عمليها إنه دوق هالقصة يعني خلاص عملها. لا مو دوق، جرب دوق، شراب ما في تجريب. هديك القرين يلي بيوسوس لك أو الشيطان وسوسه. كيف بدي أعرف من الشيطان ولا من النفس؟ الشيطان وسوسه بيزين لك، ولكن النفس تأمر. أمارة بالسوء، شراب هاي، شرب هاي، شوف انه هاي طيبة، هاي حتنبسط فيها. مثلا المراتب، هاي الأمارة بالنفس تأمر بكل شيء سوء. مرتبة أخرى، هلا أنا صحي ضميري، بلش يصحى الضمير عندي والوعي، قررت أني أتحسن. أنا بحب الله، بدي أحسن حالي، بدي يرضى عني،
فبشتغل على حالي، بقوم بطلع لمرحلة مرتبة النفس اللوامة. النفس اللوامة موجودة بمنطقة السرة، بسموها مقام الأنوار. بلش النور الإلهي يدخل علي، بلشت إذا غلطت تلومني نفسي، إنه ليش هيك أنا عملت، ما كان لازم هيك وازع أمور. إنه لا، فهوني بلش اللوم عندي. لما ببلش انتبه بصير بخلط عمل صالح وعمل سيء، بتطور برتفع لمرتبة النفس الملهمة أو الملهمة. هون بيصير رب العالمين بيلهمني أعمل الصح، هي بسموها مقام الأسرار. ببلش الأسرار الإلهية تدخل فيني، ببلش أنا صير أعمل كل شيء منيح. ممكن أغلط مرة هيك، بس المسار تبعي صار بمسار الصلاح. صحيح. بترقى هلأ، هون كلها مجاهدة مني، مجاهدة، وبطلب طبعا التوفيق من رب العالمين. وصل لنفس المطمئنة، هي بالقلب مقامة، هي تبع الرضا والإنر بيس بيقولوا لكم عنا، والسلام الداخلي وهالقصص، هذا كله بالقلب، هو مقام الوصال اسمه. صار في وصل بينك وبين ربك، صار في حب، صار في أنا بدي إنه يرضى عني رب العالمين، صرت دور خلاص بدي أتحرى الأعمال وبدي زيد فيها. هون صار عندي سكينة، اطمئنان، أمان بحياتي، سعادة. يعني صار هدول العالم بقى بتحسهم صار عندهم أنوار بوجههم، صاروا ناس مختلفين. هدول تبع يا أيتها النفس المطمئنة، هذه نشوفها يعني يعني على شواهد القبور كله بيكتبوها هاي الآية القرآنية. تمام. ادخلي يعني إلى ربك راضية مرضية. ولكن يعني إن شاء الله تكون فعلا نفوسنا كلنا مطمئنة، هي بدها وليس فقط في الكتابات، بدها شغل. هي أغلبهم لا صراحة، أغلبهم ما بنعرف عبد ورب، ولكن إن شاء الله أغلب الناس هيك. مو هيك بيقول لك يدلوك السبيل بالقرآن. هلا وصلت لهذا المقام، هون ما عاد في بقى هالاجتهاد، صار كلها عطاءات، كلها مدد إلهي، كلها أنوار عم باخدها. بترقى لهون بالحلق اسمه مرتبة النفس الراضية. الراضية صار عندي رضا كامل من رب العالمين، شو ما اجى قل كلهم من عند الله، شو ما اجى فأنا لله. يا رب راضي. ليش هون بمقام الحلق؟ لأنه مرات بدنا نصرخ، نحن بدنا نعيط، بدنا نغضب، بدنا نقول، هون خلص صار عندك رضا. حتى يعني لما بيدسوا الهالة تبع هالمطرح بيلاقوها هالة منورة مرتاحة، فهون كمان، هون كمان بيرفعك رب العالمين لمقام النفس المرضية، صارت مرضية من رب العالمين. هون بقى هون ببلش الإنسان صار رباني، صار بده يشتغل بخدمة الناس، صار عنده أنوار فظيعة، صار همه إنه يسعد الآخرين ويدور عليهم، وصار عمل الأنبياء يشتغلوا، فما عاد من تبعوا للدنيا. بيترقى لآخر مقام، هذا مقام ما بيوصلوا إلا الأنبياء وبعض الأولياء الصالحين، يلي هو مقام النفس الكاملة. فهي منشوفهم بالصور بيرسموا لك هالة ذهبية حوالين راسه، إنه قديسين أو أولياء أو شيء. هذا النفس، هذا الإنسان صار خلاص نذر نفسه، يعمل بأوامر إلهية مثل سيدنا الخضر. صحيح. ما هو اشتغل من حاله، هو ربك أمره اتيل هاد اعمل هيك، ما عاد هو خلاص. أوكي. لا حول له ولا قوة. الأنبياء والأولياء الصالحين. تمام. فهي تمام. مقامات النفس، يا ريت نحن نعمل إسقاط نشوف بأي مقام نحن هلأ. ولي هاي القعدة مع الذات مخيفة طبعا، يعني أنه خاصة ليلة القدر، أنه أنا بدي أقعد شوف كلامكم، أنه أنا بأي مرتبة من مراتب النفوس، يا ترى أنا الأمارة بالسوق، يا ترى أنا الراضية المرضية اللوامة إلى آخره. ولكن أهم من كل ذلك أنه لا ننسى الله غفور رحيم. أكيد. ونتكل على الله ونجتهد، مثل ما ذكرتي تحتاج إلى اجتهاد. يعني أنا ما أكون نفسي أمارة بالسوق نام فيه لاقي نفسي قال راضية مرضية، مستحيل. شوي خطوة خطوة. أو أمارة بالسوق اجي اجتهد اليوم لاقي حالي شفت ليلة القدر وبكرة صرت من الأولياء الصالحين. لا. بعمل مثل مختار الدباغ. بس يعني شغلة عن جد لازم نحن نحاول حتى نحث اللي حوالينا على فعل الخير ويطوروا من حالهم ويطلعوا بصورة أفضل. ما نقول إيه كان مبارح كذا،
إليكو طول عمره كذاب، ما بيصير نحكم على الناس، ما بيصير نحكم بيقول لهم أحد الأولياء أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكونوا إنه أعوانا للشيطان على أخيكم، بكفي الشيطان هو يمشي كمان، أنتوا بدكم تجوا مثلا تقسوا عليه وتحكموا عليه أو تفرضوا عليه عقوبات، يعني هو أو أصلاً إحنا قلنا الأجر لما نستر على شخص أو لما نحنا نكف كلام عنه، بس طبعاً ما نحكي عنه بالشر. هي مشكلتنا إنه نحنا من عمّم منشوفه عمل غلط بيصير إنسان سيء، هو الإنسان مو سيء ولكن العمل سيء، بجوز إنسان كويس عمل شغلة غلط، خاصة أنه باب التوبة مفتوح لأي حدا حابب بس يقرر. بس قصة غفور تواب أنا معك فيها بالمية مية، وخاصة أهل المحبة بيشوفوا دايماً هالنواحي الحلوة الإيجابية، ولكن عند البعض بتصير تقاعس عن الشغل على حالهم وعلى أني حسن حالي، وبصير نوع من الرضا على حالهم. إذا أنت عم تحاولي تحكيها بكلمات علمية، أنا رح أحكيها بكلمات الشارع. هدول الناس اللي بيقولوا انه الله بده يجوعنا ويعطشنا، يعني هلا انا اذا وقفت دخنت بنهار رمضان يعني الله بده يحاسبني؟ يعني هلا دخيلك، يعني انت هالركعتين عم تصليهم فكرك انت بدك تدخل فيهم الجنه؟ هيك بيقولوا لسان شارع السوري. هذا الشخص نفسه يمكن اليوم بليله القدر يبكي بتذلل الى أنا الله. انا هذا اللي كنت بقصته طبعا، بعدين بيجي انا بقول انا اذا بدي لومه بقول له امبارح كنت انت مالك صايم، اليوم هلا خلص مسكتها، وين مسبحتك شيخي؟ هدول نحن عايشين على هالأرض لنحكم على الآخرين، مو شغلتنا. يعني حتى الرسول الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام قال لأحد المجاهدين كان أشققت على قلبه لما قتله، ما دخلنا سيدنا خالد بن صحيح الولي. إنه ما بتعرف شو في بقلبه، ممكن يكون فعلا في إيمان طبعا بقلبه. فأنا كيف بدي أتصرف قدام هالمطبات، قدام الناس اللي ناطرتني على غلطة أو ناطرتني لا تتنمر علي حتى هي في الشريعة؟ إجمالا هدول الناس هن من الناس تبع الأمارة بالسوق إجمالا. طبعا في بعض المتدينين روح قلبهم يحكموا على الناس وعندهم فوقية وعندهم عجب وعندهم غرور بنفسهم وهن المناح. إجمالا أهل الأمارة بالسوق بيشوفوا كل شيء أغلاط بيعملوها هي بسبب الناس أو بسبب المجتمع أو بسبب صحيح الأقدار أو الحالة، أو وهن صح، ولكن المؤثرات الخارجية عم تخليهم يعملوا هالشغلات الغلط. فهوني هالناس بيجوا بيوقعوك ليحسنوا من حالهم بعينهم هنن، انه يشوفوا حالهم انه هنن مناح مو هنن عاطلين مثلا او عندهم اغلاط، ليك وهذا كمان بيغلط، ليك وهذا كمان هيك بيعمل، طيب انا يعني شو هالمشكله اذا عملت هالشيء؟ فهلا هنن اذا غلط مو معناته مبرر. كمان ما بعرف املي يمكن بتشاركني الراي لانه على نفس التواتر املي وانا بهالافكار زبزبات ايه على نفس التواتر. يعني في هيك ناس بيعملوا ليريحوا ضميرهم، تسخيف طاعة الآخرين والتزامهم هو مسعى من غير الطائعين إذا جاز تسميتهم، لأنهم بيعرفوا أنه ليريحوا ضميرهم. إيه أنه أنا مثلا أنت جبتي شهادة دكتوراه مثلا، إيه يعني هلأ الدكتوراه كتير عملت لك قيمة يعني كذا، بيكون أنا من جوا لأنه ما عندي هالقدرة. أبصر كيف جايبة للدكتوراه، مثل المرأة بحطوا بزنتك شهادتك على الحيط بالمطبخ مثلاً. إيه إيه تشخيف الإنجاز، تشخيف الإنجاز إن كان ديني وغير ديني. تمام، بس كمان هنين مثل ما حضرتك حكيت ليريحوا ضميرهم وأريح لهم، إذا ما التزموا هنين أريح لهم، أريح لي لا صلي ولا صوم ولا أعمل شيء، وأي حدا ناجح أو ملتزم إحنا بنشكك فيه. فأنا بكسرك، وكمان من مصلحتي تكون الأغلبية مثلي حتى أكون أنا حدا من هالعالم يعني الطبيعيين، وبيصير الغير طبيعي هو الإنسان صاحب الأخلاق والفضيلة، هذا المتزمت، هذا بيصير سوري بيسموه أجدب عنا متخلف رجعي، هذا أنه سلبي أو شيء. عندما يقرن العلم بالطاعات والقرب من الله، أنه إيه أنا أتكلم لغات، أنا شهاداتي عليا، وأنا قريب من الله، لماذا تقرنون المتدين الطائع دائما بانه مثل ما ذكرتي الاجدب الساذج الفقير اللي ما معه مصاري اللي على طول انه متخلف علميا اللي شو وليك نحن كول ما بعرف في نقائد بدها حلقه كول وشكور كول وشكور شكرا لوجودك. خلصنا. اذا في كلمه اخيره بتحب تضيفيها؟ انا بدي اقول لهم انه ليله القدر هي مو الليله، مثل يعني مو أي ليلة، مو هلأ عشر رمضان، أنا أي ليلة بنام فيها ضميري مرتاح، خادم الناس، راضية رب العالمين، عندي هالسلام الداخلي، هي ليلة قدر بالنسبة إلي. أي ليلة بسمع
تركت فيها اسم حلو، أثر حلو بهالحياة. يا جماعة نحن رايحين، قربنا نحن بآخر الزمان هلأ يعني، وبيكتر موت الفجأة يعني، بجوز اليوم نام ما في الله يحسن ختامنا. طيب على شو عم سويف؟ خليني أول شيء بدي أطلب من رب العالمين الليلة أنه يا رب أنت اصلحني كما أصلحت الصالحين أصلحنا. آمين. لأنه أنا وحدة من الناس اللي هو أصلحني وأنا أصلح الحمد نفسي. لله دائما وأبدا يعني. فبدعي لأولادي وبدعي لكم وبدعي لكل العالم، يا رب أنت اصلحنا وهدينا. آمين. أنت زكي نفوسنا، أنت خير من زكاها. هي تجي بالدعاء، بده يكون عندي أنا إرادة وعزم حقيقي وقناعة أنه أنا لازم أتغير. شكراً لوجودك. نتمنى كل حدا عم يسمعنا اليوم يعتبروا كل ليلة هي ليلة قدر، يتسابقوا على الطاعات. شكراً كثير لك، شكراً لوقتك. أهلا وسهلا فيكم.